سؤال دايما بيدور في حياتنا، يمكن في مواقف كتير، هو انا وحش؟ هو انا مستاهلش؟ هو انا مستاهلش حد زي ده في حياتي؟ احيانا نبص لعلاقات كتير في حياتنا ونشوف فيها اشخاص المميزين، هو انا ليه ما عنديش الشخص ده؟ والسؤال الاصعب ان في كل موقف يحصل اسأل نفسي، هو انا وحش؟ يمكن السؤال ده بيتكرر بعد كل علاقة فاشلة بندخلها، بعد كل جرح بيتساب فينا، بعد الندوب اللي بتعلم ويمكن السنين ما تقدرش تمحيها، هو انا وحش؟ السؤال ده كفيل يخليك تنقفل من كل البشر لسنين قدام، تكره العلاقات، تكره حياتك، تكره نفسك انت شخصيا. بس هو انت مفكرتش انت وصلت للدرجة دي ليه دايما بنجيب اللوم على نفسنا، مع ان لو فكرنا نص التفكير ممكن نشوف هنشوف ان احنا ممكن نكون غلطنا ان ادينا ثقة لحد ما يستاهلهاش، غلطنا ان عاملنا بشر باسلوب هم ما يستاهلوش نصه اصلا. نرجع ونقول احنا غلطانين، او انا وحش؟ لا انا مش وحش، انا استحق واستحق واستحق، وانت تستحق وغيري يستحق وغيري يستحق. انا استحق حياة كويسة، استحق اشخاص يشوفوني ملاك في حياتهم، استحق ان احس باهتمام. كلنا نستحق، مفيش حد فينا وحش، كلنا عندنا جانب حلو وجانب وحش، كلنا فينا نظرة إيجابية ونظرة سلبية، كلنا في أوقات كتير بنبقى محتاجين إيد تسند، محتاجين أشخاص تحسسنا إن حياتهم هتقف بلانا زي ما حياتنا ممكن تقف بلاهم. أنا حقيقي أستحق لما أدي اهتمام، لما أدي راحة، لما أدي حب، لما أدي طاقة من جوايا، لما أدي كل حاجة جوايا أبقى مستنية مقابل، أو أبقى عارفة ان انا بحط الحاجة دي في اشخاص تستاهل، في اشخاص مش هتيجي يوم وتخزني، في اشخاص مش هيجي بعد ما تاخد مني كل طاقة جوايا تيجي تقولي لا انا اسفة انا مش هقدر اديكي من طاقتي لان انت اديتيني طاقتك، فانا هاخد منك ايه تاني، خلاص طاقتك خلصت فما عدتش محتاجك في حياتي. لا، انا محتاج حد افضل ضامن وجوده يسندني، يقف جنبي، يحسسني ان انا حاجة. احنا ما نقدرش نعيش لوحدنا، بس ما نقدرش نعيش مع اشخاص بيحسسونا بقلة قيمتنا. انا محتاج حد، بس لا يمكن اسمح ان حد يقلل مني. وجودك مهم، بس نفسي اهم. انا مش وحش، ومش هسمح لحد تاني يحسسني ان انا وحش، لان انا مش وحش، انا ببذل طاقة ومجهود، بس غلطي الوحيد ان اخترت اشخاص ما تستحقش ان انا ادي لهم الطاقة دي. انا غلطت في الاختيار ده، بس مش معنى كده ان هكره حياتي بعدين، لا، ده انا هقف وهتعلم وهدوس على الماضي وهحقق احسن من الماضي بكتير. يمكن حياتي في المستقبل مش ضامنة قوي ان هي تبقى احسن من اللي فات، بس انا ضامنة ان انا هبنيها وهختار أشخاص أحسن من اللي فاتوا. حياتي مش بتتبني بأشخاصي، بتتبني على حسب أنا عايزة إيه، أنا حلمي إيه، أنا هوصل لإيه، أنا مين أصلا. أنا مش وحش، ولا عمري كنت وحش، مفيش أصلا حد وحش. إحنا ما تخلقناش عشان نشوف نفسنا وتصعب علينا نفسنا بمجرد اختيارات غلط، لا، اذا كان اختياري غلط فانا شخص مش غلط، انا شخص كويس، شخص سوي، سواء كنت شخص حلو شخص وحش حاجة ما تخصكش، المهم ان انا كويس. عادي ممكن اكون وحش بالنسبة لك بس حلو بالنسبة لغيرك، انت ما قدرتش اهتمامي، غيرك هيقدر ويشني فوق راسه كمان، لاني انا مش وحش، بالعكس. غلطي الوحيد اني محتاج اشخاص زيي. يمكن انت ما تكونش وحش، ما تكونش غلط،
ما كنتش اختيار غلط بالنسبة لي، بس انت ما انتش شبهي. غلطتي الوحيدة ان انت ما انتش شبهي، فصعب انك تكمل. صعب تكملني خالص يعني، لانك مش شبهي فصعب اوريدي يعني. قبل ما تدخل في اي علاقة، الريليشن مش بتتبنى ببلاش. عشان تقدر تقول على اي حاجة ان هي ريليشن بشكل اصح، فانت اوريدي محتاج طاقة، محتاج مجهود، محتاج اهتمام، محتاج حد يحسسك بقيمتك. زي ما هتدي لازم تاخد. انا مش هفضل ادي 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 لغاية ما طاقتي تخلص، بعدين هدور مش هلاقي حاجة، مش هيبقى ليا حاجة، هبص الاقي نفسي متعقد من كل حاجة حواليا. لا، انا هقف وزي ما هاخد هديك اهتمام. انت قصرت معايا مرة، قصرت التانية، التالتة، هفضل احط لك عذر ورا عذر ورا عذر لحد 100 عذر. بس مش هقولك ان هحط لك 101. 101 دي هتكون نهايتك في حياتي، مش هقف عليك، لان انا استاهل، استاهل حقيقي، استاهل. مش هسامح حد حسسني ان انا وحش، لان انا مش وحش، مفيش حد في الدنيا وحش. الشخص المناسب مش هيخليني اقول انا وحش، سواء كانت علاقة حب، علاقة اصدقاء، زمايل، اصحاب، يعني اي علاقة في الدنيا لازم تتبني على حاجات كتير. لا، هي قواعد بتنحط، قاعدة ورا التانية ورا التالتة ورا التالتة، بتبني علاقة. مش هقوم من يوم وليلة كده الاقي نفسي في حاجة كده واطلق عليها اسم علاقة. انا عشان اعمل نفسي في علاقة صح، يبقى لازم اشوف حاجة واتنين وتلاتة. الشخص ده مناسب ولا لا؟ اختياري غلط ولا لا؟ شبهي ولا لا؟ لو مش شبهي مش هينفع، مش هجيب مفتاح واطلب منه يفتح قفل ما هوش بتاعه. لا، كل حاجة في الدنيا لازم تبقى متساوية، متشابهة، لازم يعني. حتى البشر، مش هنقول عشان قفل ومفتاح وجماد والقلبين والحاجات دي، لا، عشان تبقى مستريح من جواك وانت بتدي، تبقى عارف ان انت مش بتضيع مجهودك في الفاضي. تحب نفسك فوق كل حد طبعا، دي حاجة مش محتاجة نقاش، مش هندخل فيها في نقاش، عشان انت عارف ان نفسك اهم، وان العلاقات اتعملت عشان تريحك في حياتك. ايوه، مش هتعرف تعيش لوحدك، بس زي ما قلنا مش هتعرف تعيش بوجود اشخاص مزيفين. انت مش وحش، انت تستحق. دور على اشخاص شبهك، صدقني هتلاقي، مفيش حاجة مستحيل ومفيش حد شبهي وكده يعني. وان انت تبدأ تيأس بقى وكده، تجربة التانية التالتة الرابعة، يمكن اكتر من تجربة فاشلة مريت بيهم في حياتك في العلاقات، هتخليك تتعقد من بعدها ويمكن تيأس ان انت مش هتلاقي حد شبهك. بس لا، في ناس شبهنا وفي ناس تستحق، وفي ناس ممكن تعمل لك المستحيل عشان شايفاك تستحق. بس الفرق بيبقى جوه الشخص. والله ما في حد وحش، احنا كلنا حلوين وكلنا كويسين، بس في فرق ان ناس شايفاني استحق وناس شايفاني لا. فاختار ناس شبهك من الاول علشان تفضل مستريح، عشان ما تجيش وتسأل نفسك في يوم انا غلطت في ايه، انا وحش، انا ما استحقش، يا ترى كل اللي عملته ده ما يستحقش. لا، انت تستحق.